السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من آخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. مواعيد مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين بداية من اليوم بإذن الله تعالى السبت 1/10/2022. اليوم متابعين الكرام ضمك هيلعب أمام الطائي الساعة 6:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة توقيت السعودية. الفيديو كله بتوقيت السعودية متابعين الكرام. نادي ضمك هيلعب امام الطائي الساعه 6:30 مساء بتوقيت السعوديه مكه المكرمه على قناه اس اس سي سبورت اتش دي 1 الاولى و اس اس سي اس دي 1 اكسترا ايد اس اس دي الاولى ايضا. المعلق سعد يحيى. الرائد هيلعب امام العداله الساعه 6:30 مساء بتوقيت مكه المكرمه على قناه اس اس سي اكسترا اتش دي 1 اكسترا اتش دي الاولى وكذلك اكسترا اس دي الاولى. المعلق خالد المضيفر. الخليج هيلعب امام الباطن الساعه 9 مساء بتوقيت مكه المكرمه على قناه اس اس سي اكسترا اتش دي 1 الاولى والمعلق جعفر الصليح واس واكسترا اس دي 1 الاولى ايضا. الوحده هيلعب امام الاتفاق الساعه 9 مساء بتوقيت مكه المكرمه السعوديه على قناه اس اس سي سبورت اتش دي 1 الاولى واس اس سي اس دي 1 الاولى والمعلق محمد الخمسي. يوم الاحد 2/10/2022 باذن الله تعالى عندنا مباراة الفيحاء أمام الشباب الساعة 6:20 أو 6:30 مساء توقيت مكة المكرمة على قناة اس اس سي سبورت اتش دي اتش دي 1 و اس اس سي سبورت اس دي 1. الهلال هيلعب أمام التعاون. المعلق عم شار القرني بالنسبة للفيحاء أمام الشباب. الهلال هيلعب أمام التعاون الساعة 6:20 أيضا 6:30 مساء توقيت مكة المكرمة والمباراة هتكون على قناة اس اس سي اكسترا اتش دي 1 اكسترا اتش دي الأولى والمعلق حماد العنزي. بعد كده عندنا الفتح هيلعب امام ابها الساعه 9 مساء بتوقيت مكه المكرمه على قناه اس اس سي سبورت 1 اتش دي اكسترا والمعلق راشد الدوسري. والنصر هيلعب امام الاتحاد الساعه 9 مساء بتوقيت مكه المكرمه على قناه اس اس سي سبورت 1 اتش دي و5 اس دي والمعلق المتالق فهد العتيبي. متابعين الكرام اشترك في القناه وفعل زر الجرس اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، رقم فيديو اخر باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.